البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم من جمهور الناشئ، لا يصح اهتمامه من طرف الأطفال أقل من 18 سنة. سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة هيستوريكو. قبل ما نبدأ خليوا لايك وسبسكرايب للشين وفعلوا زر الجرس ويلا نبدأ. القصة ديال اليوم غادي يعاودها لنا أنطونيو. أنطونيو واحد الولد اللي عزيز عليه المغامرات وعزيز عليه يمشي مع الأصدقاء ديالو ويسافر بزاف ويدور ويتسارى مع راساتو. فواحد النهار خدا كونجي من العمل ديالو هو والأصدقاء ديالو وقرروا يدوزو ديك السيمانة في شي بلاصة. صرحوا عليه الأصدقاء ديالو باش يمشيو لواحد الغابة ويخيموا فيها. داكشي اللي كان تفقوا باش يمشيو نهار اثنين. صافي وصل داك النهار، ناض أنطونيو بكري في الصباح وجد الحقيبة ديالو، جمع كاع الحوايج اللي غادي يخصوه وهز مع الخيمة ديالو وتحرك لعند صحابو. صافي تجمعوا مع بعضياتهم وتحركوا. الغابة اللي قرروا يمشيو ليها كانت بعيدة بزاف على المدينة ومنعزلة تماما على الطرق اللي كتوصل للمدينة. صافي بقاو غاديين في الطريق فرحانين ناشطين مع بعضياتهم حتى وصلوا. صافي هبطوا من الطوموبيله ديالهم وبداو غاديين ومتوغلين في وسط الغابه. بقاو غاديين حتى قربت طيح الشمس. ديك الساعه بداو كيفكروا باش يلقاو بلاصه فين يباتوا. بانت لهم من بعيد واحد البلاصه زوينه مثاليه باش دوزوا في هذيك الليلة. مشاو ليها وفي الطريق ديالهم تلاقاو بواحد جوج ديال الناس. قالوا لهم باللي المنطقة شوية خطيرة في الليل وقالوا لهم يحذروا راسهم من الثعابين ومن الحيوانات. صافي كملوا طريقهم ومشاو ديك بلاصة وجدوا الخيمات ديالهم وناسوا. ديك البلاصة اللي خيموا فيها كانت شوية عالية في واحد الهضبة. في الليل أنطونيو كيسمع الصداع بزاف وهو ينوض مشى كيطل باش يشوف اش كاين. طل من الفوق بانت ليه في البلاصه فين كانوا دازو بزاف ديال الناس مجموعين وبزاف ديال البيلات والاضواء تما، ما عرفش اشنو كاين. مشى بسرعه فيق الاصدقاء ديالو قال لهم ما يديروش شي صوت، بقاو مخبين وكيطلوا باش يشوفوا شنو كاين ويعرفوا واش واقع. بهو لهم دوك الناس مسلحين كل واحد وشنو هاز. في وسط دوك الناس كانوا دوك الجوج اللي تلاقاو معاهم قبيله. بانوا لهم كانوا كيقلبوا على شي حاجه. ديك الحاجه اللي كانوا كيقلبوا عليها هما أنطونيو وصحابو. أنطونيو بقى مخبي هو الاصدقاء ديالو حتى بانت لهم الغفله وهما يهربوا بسرعه من شده الخوف ديالهم. نساو كل شيء ديالهم، خلاو كاع الامتعه ديالهم، خلاو كل شيء وهربوا بحالاتهم. خرجوا من الغابه وعلى الفور اتصلوا بالبوليس. فاش جاوا البوليس قلبوا الغابه كامله، لقاو بزاف ديال الجثث غريبه مشوهه. بقاو في وسط الغابة واحد البيت مبني من العود، في مجموعة من الأدوات والسكاكين ومجموعة من الأدوات ديال التعذيب. هنا غنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا. إذا عجبكم الفيديو متنساوش تخليو لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وعطيونا الآراء ديالكم في التعليقات. يلا تهلاو.